السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه فيوتشر كوين وقناه بيتسي وورد عالم بيتكوين. الليله المرعبه لسوق العملات المشفره والاسواق العالميه، شو ممكن يصير غدا في يوم 30 مايو؟ طبعا الليله المرعبه لسوق العملات المشفره ولجميع الفترات الاقتصاديه والاسواق العالميه. اما بنبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناه، فعل زر الجرس حتى توصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا لنهايه الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار سوق العملات المشفره وسوق الكريبتو. طبعا اصدقائي، اولا عندي بعد 1 يوم و6 ساعات و49 دقيقة عندي قرار رفع الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. طبعا سعر الفائدة حاليا 5% من البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. غدا هو يوم رفع الفائدة، عندي احتمالين، يا اما بيتم تجميد رفع الفائدة يا اما بيتم رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة اساس. من المستحيل يتم رفع الفائدة بنسبة 50 نقطة اساس، الرفع راح يكون 25 نقطة اساس او تجميد رفع الفائدة، يعني ما راح يكون في رفع فائدة خلال هاي الفترة او في هاي الجلسة. طبعا نسبة المصوتين عند 2.2% صوتوا انه يتم انخفاض نسبة رفع الفائدة الى 4.75 نقطة اساس، يعني 4.75%، يا اما بيتم تجميد الفائدة على 5% وبيتم تجميد الفائدة وما بيكون في عندي اي تغير بنسبة رفع الفائدة، يا اما بيتم رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة اساس، وهذا التصويت حصل على 97.8%، يعني تم تصويت او اغلب المحللين صوتوا انه رح يتم رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة اساس. طبعا اصدقائي، هذا الشيء ما سلبي كثير لسوق العملات المشفرة، رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة اساس سيزال يتحلم شوي من ايجابية، لكن ممكن نشوف تلاعبات كبيرة في سوق العملات المشفرة. اهم اصدقائي، ممكن نشوف انخفاض كبير للبيتكوين، ممكن نلامس مناطق ال 25,000 دولار. عندي احتمالين واردات في حال اقفلنا اسفل 28 مرة اخرى او مناطق 27,500. اذا صار اقفال اسفل هاي المناطق تلقائي راح نتجه لمناطق ال 25,000 دولار. بهاي المناطق ممكن يصير عندي ارتدادات او ممكن انخفاض، يصير انخفاض سريع مجرد لمس وبعد ارتداد مرة تانية اذا كان رفع الفائدة 25 نقطة اساس. اذا تم تجميد نسبة رفع الفائدة ممكن نشوف صعود نخترق منطقة 36,000 دولار. هذا امر وارد جدا، يتم تجميد رفع سعر الفائدة فبالتأكيد رح تشوف بومب كبير على البيتكوين ورح نلامس خلال ايام قليلة القادمة مناطق 36,000 دولار. لكن ما بيهمني نسبة رفع الفائدة قد ما بيهمني كلام جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي اللي بيدعى جيروم باول. دائما بعد قرار رفع الفائدة بيطلع بمؤتمر صحفي وبيتكلم عن الخطط المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. في حال تكلم بطريقة ايجابية عن الاسواق راح تشوف ارتفاع في سوق العملات المشفرة، لكن اذا تكلم بشكل سلبي طلع وصرح وقال احنا لساتنا عم نشدد على الاسواق وعلى الفائدة فممكن سوق العملات المشفرة ينخفض بشكل كبير. لكن لحد الان السوق مايل للإيجابية بما انه محافظين على دعم 27,500، لا نزال نتحلى بالإيجابية. حاليا الارتداد ممكن توجه لمناطق 30,000 دولار، لكن لازم ننتبه، يرجى الحذر، قرار رفع الفائدة هو اهم قرار في سوق العملات المشفرة وفي الاسواق العالمية. الذهب راح يتاثر بقوه، البيتكوين راح يتاثر بقوه، سوق العملات المشفره بالكامل راح يتاثر بقوه، وراح نشوف تاثير كبير على الدولار او مؤشر الدولار اللي هو DXY. في هاي الحاله اصدقائي، انا بفضل اخرج من الصفقات او جمد حسابي، يعني اذا فاتح صفقه لون بفتح صفقه عكسيه شورت وبنتظر قرار رفع الفائده. اذا كان ايجابي على الاسواق بسكر صفقه الشورت وبكمل بصفقه اللونج، اذا كان سلبي بسكر صفقه اللونج وبكمل بصفقه الشورت. لكن لازم احذر، الدعم 25,000 دولار دعم قوي جدا جدا، يعني بهاي المناطق اشتري بصفقة لونج وانت مرتاح، لكن اذا صار ارتداد الاعلى فمقاومة 36 ما بين 34,000 دولار الى 36,000 دولار مقاومة عديدة جدا. اصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المال الرقمي. مع السلامة، دمتم بخير.